وكما أسلفت في التقديم، معنا في الاستديو الدكتور زكريا محمد صالح، النائب العام الثاني للحركة الوطنية للإنقاذ. أهلا بك للمرة الثانية. أهلا وسهلا بكم دكتور. قمتم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية في الأيام الماضية والتقيتم بالجالية التشادية، فكيف وجدتم الأمور هناك؟ أولا أتقدم لكم بشكر وتقدير للإخوة في الفضائية التشادية، الشباب الذين يغطون كل تحركاتنا وكل كنت في المملكة العربية السعودية، فالجالية هي أكبر جالية أظن موجودة في عندنا، جالية موجودة في الخارج منها المملكة العربية السعودية والسودان وبعض الدول، ولكن الجالية في السعودية لها مكانة خاصة ولها أمور خاصة، ولهذا أنا أنتهز هذه الفرصة أتقدم بالطلب إلى بعض الوزارات خاصة وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خلي تقوم وتسخر العلاقة بيننا وبين دولة خادم الحرمين الشريفين. الجالية تواجه بعض المضايقات، الجالية نقل الإقامات الآن بقى له صعوبة، دفع الغرامات هناك الآن السكن بقى صعب، عندنا جالية كبيرة، ولهذا نحن بناء على العلاقة اللي عندنا بيننا وبين المملكة العربية السعودية نطالب الخليل وزارة الخارجية تأخذ وفد كبير وتناقش الجانب السعودي للتخفيف من أعباء والمشاكل التي يعاني منها الجالية التشادية. هذا من جانب. أناشد أيضا وزارة التربية والتعليم النظر للمدرسة الوحيدة في الخارج، المملكة العربية السعودية لديها الآن الجالية لديها مدرسة في منطقة جدة، هذه المدرسة ربما هناك 1000 طالب أو أكثر أو أقل، هذه الجالية المدرسة التربية والتعليم خليها تراقب هذه المدرسة عن قريب، تشوف تربية أبنائنا كيف المنهج اللي بيقروه ما هو، تكون لها مجلس آباء طلبة يدير هذه، ترسم مدرسين باللغتين الرسميتين هي اللغة العربية واللغة الفرنسية. سنرجع إلى هذه أو إلى هذا السؤال بالتحديد. سؤالنا في البداية قلنا كيف وجدتم الأمور هناك، يعني كيف وجدتم الأمور السياسية أو المكتب السياسي هناك، هل وجدتم هو مكتب يعني المقيمين على المكتب متفقين ويعملون على ترقية المكتب وليست لديهم أي مشاكل؟ في بعض المشاكل التي حصلت في المكتب، وكان كتبوا لنا المناضلين أكثر من مرة، أكثر من 20 رسالة استلمناها كل شيء، ودائرين الأخ الأمين العام اللي كان الماضي استمر 22 سنة رأسهم وطلبوا تغيير الأمين العام ونائبه فقط، لما كتبوا لنا نحن كتبوا لنا أكثر من مرة، أمر الأمين العام محمد زين بدأ بتسفير المملكة العربية لتغيير الأخ الأمين العام، وجلسناهم كلهم وسمعنا آراء كل الموجودين أعضاء المكتب، وهو المكتب أكبر مكتب عندنا الآن، هو المكتب المملكة العربية مكون أكثر من 70 شخص، ولما سمعنا كلامهم الأغلبية أكثر من 80 شخص طالبوا بالتغيير، والشيء اللي طبعا أعطونا الحرية لأن نختار، واخترنا لهم الأخ عمر الملقب بعمر البلال، اخترنا لهم أمين عام والأغلبية وافقت، والبعض فيها البعض ما وافق، الأخ الأمين النائب وافق قال نحن قعدنا كثير علينا ننسحب، ولكن الأخ الأمين للأسف الشديد هو الوحيد لم يوافق بهذا الشيء، وهذا حالة الزمن الإنسان، هذا يجي وهذا يمشي. جميل، أشرتم إلى مسألة الإقامات. نعم، مسألة الإقامات أصبحت الشغل الشاغل للجالية هناك، فهل أجريتم بصفتكم أمين عام ثاني للحركة الوطنية للإنقاذ، أجريتم اتصالات لازمة لإيجاد حلول؟ نحن سألنا الجالية، بعض من أفراد الجالية، ما هي المسائل التي تعانوها، وذكروا لنا المشاكل الآن تعاني في السعودية، والآن نحن نطلب من وزارة الخارجية تدخل، الكلام هذا قلته تدخل مع الجانب السعودي في هذا المجال بالذات، في لأن في دول كثيرة الآن بعد الإجراءات الأخيرة الطلبات المملكة من الجالية والناس رحلت عندها مكانات، نحن أيضا نطلب من وزارة الخارجية تكوين لجنة للتباحث في أوضاع الجالية التشادية الموجودة في المملكة العربية السعودية، لأن هناك ناس مواليد في المملكة العربية السعودية وما بيقدروا لهم فجأة يجوا إلى البلد بهذا الشكل، ولهذا وأيضا طالبنا من وزارة الأراضي وكتبنا طلب منها المكتب التنفيذي، وطالبنا بإعطاء قطعة أرض للجالية في المملكة العربية السعودية، أي واحد يبني ربما ما يحصل فيه مثل ما حصل في أفريقيا الوسطى أو الجو من ليبيا وهكذا. كذلك أشرتم إلى مسألة المدرسة التشادية بجدة، هي أيضا تؤدي دورها في تعليم أبناء الجالية التشادية المقيمة هناك، إلا أنها أيضا تواجه بعض الإشكاليات.
هناك المدرسة أصبحت الآن المدرسة، يجب لوزارة التربية والتعليم أن ترأي هذا المكان، لأن التعليم هذا شيء مهم. الطلاب يشيلوا الشهادة الثانوية وين يمشوا ما معروف، هذا من جانب. فأنا بطالب وزارة التربية والتعليم في، ما بعرف في أي دولة عندنا مدرسة، ولكن في السعودية بعرف عندنا مدرسة الآن عندنا 1000 طالب موجودين كل سنة، والمدرسة الوحيدة حتى بعد إخواننا السودانيين كان الآن بدرسوا فوقها في فترة ما. أصبحت المدرسة زي الناس اللي بيستفيد من وراها، ولذا وزارة التعليم خلي تضع الجانب الأكاديمي الصحيح في هذه المدرسة وتراقبها عن قريب، وتطلب من الجانب السعودي مساعدة الطلاب الذين يتخرجوا في بعض المنح الدراسية. نحن ما محتاجين نمشي نقرأ الشريعة الإسلامية، لأن شاب نفتخر بذلك، ولكننا دائرين يسمح للطلاب في الطب، في الهندسة، في الكيمياء، في الأحياء، ونستفيد من العلاقة الموجودة بيناتنا. نحن جزء من العالم الإسلامي والعربي، شاد الدولة الوحيدة اللغة العربية لغة رسمية في الدولة، شاد الدولة الوحيدة 80% من المسلمين، شاد تناشد الدول الخليج. نحن كحزب خليه تقف معنا في دعم ومساندة الجالية الموجودة في المملكة. طيب أنت أو أنتم بصفتكم نائب الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ، نصبتم الأمين العام الفرعي الجديد لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بالمملكة العربية السعودية، إلا أن هذا التنصيب أثار ردود أفعال كثيرة. بالفعل هو أصلا الناس اللي نحن لا نحاسب من يكتب في الواتساب. أنا درست قرأت كل ما كتبوه، كلهم 5 أشخاص هم اللي بيكتبوا الآن في 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 شبكة التواصل الاجتماعي. إنت المكتب التنفيذي، أن ما دامت هنا فيه مكتب تنفيذي واختار الشخص هطة، الإنسان المناضل الحقيقي عليه أن يحترم قوانين ولوائح الحزب الماشي فوقه. الحركة الوطنية للإنقاذ الرفيق إدريس الديبي أسس بمجموعة بسيطة، وصل الآن كل تشاد من شرقها وإلى غربها وإلى جميلها، ما فيه إلا درفوهنا المملكة العربية السعودية موجودة. نحن كنا في مصر لقينا ام بي اس موجودة، كنا في تونس، كنا في ام بي اس موجودة في كل مكان. لكن الإنسان إذا كان أنا زكريا الآن طلعوني فقط نطلب من أخواني يكتبوا في شبكة التواصل الاجتماعي، هذا بحد ذاته نحن ما محتاجين للتوحد، للتضامن، للتعاقي، للتسامح، لكل شيء. إنسان 22 سنة بعدين أخوانه يقوموا يكتبوا في شبكة التواصل الاجتماعي، هذا خطأ. ونحن ما مرد في الناس الذين تكتب، خلوهم يكتبوا، ولكن الأغلبية هي اللي اختارت، ليس نحن كمكتب اخترنا. طيب لأول مرة يتم اختيار امرأة في منصب الأمين العام النائب الأول، المتمثلة في حواء سليمان الملقبة بريشة الوطن، ما المعايير أو لماذا هذا الاختيار؟ نحن صراحة أنا بقول لك بكل شرف، الطالب البنات النساء في السعودية ثروة هائلة للبلد، فخر واعتزاز للبلد، وأنتم شاهدتوا عبر الفضائيات في العالم، شاركوا في معرض الكتاب من المملكة العربية السعودية، شاركوا في قنوات فضائية الآن استضافوهم. ولما اخترنا هذه البنت بناء على مواصفات كاملة، ده من جانب. الجانب الثاني توجيهات رئيس الجمهورية واضحة، أن من هنا قدام في الجمهورية الرابعة الكل بمستواه بمقدرته، ليس هناك فرق بين المرأة والرجل، ليس هنا في العمل بالذات. نحن اخترناها لأنها عارفين ومتأكدين لأنها تقوم بالدور فعال ودور، بعدين ما هي شيء عادية، كانت شاعرة وكانت رسامة وكانت تلعب دور الآن وبتدرس في المدرسة، فهم المفروض يفتخروا ناس السعودية ويعتزوا بهذه البنات ويدعموهم. البنات الذين رفعوا دولتنا في العالم العربي وفي السعودية الآن عندهم دور قيمات به. فنحن نحيي الفكرة الذي جاء بها رئيس الجمهورية أن تكون المرأة تلعب دورها، كل الشباب يلعبوا دورهم في الحزب، والحزب الحركة مفتوحة أبوابها للكل ليس لحد معين. يعني يأتي هذا الاختيار بناء على رضا تقريبا الكل؟ لا، هو أنا الاختيار جاء اختيار، أنا اخترت هذا الخرم، تركوا لي المجال لما قلت لهم اختاروا، قالوا ما اختار فتركوا لي المجال. فأنا لما تركوا لي المجال لقيت الأخ الأمين العام، أنا غيرت 2 فقط. الأمين العام هو اللي كل الناس معيدنا، الأغلبية الموجودين معيدنا، من 70 ل 41 معيدنا. ولما أقول لهم اخترت لو سواء موافقت مرأة أو رجل، قالوا أي شيء موافقين عليه، واخترت لهم هذه البيت لأنها متعلمة وحضرت في الاجتماع وكانت لعبة دور رسمي وأم عائلة ومدرسة معهم، والآن هي قايمة في شبكة بتلعب دور رئيسي. فنحن هذا هو الهدف وليس هدفه. طيب سعادة الدكتور، كلمة أخيرة. كلمة أخيرة، أنا بحيي الشباب الذين
أسسوا مواقع للحركة الوطنية للإنقاذ، منهم لجنة التنسيق للحركة الوطنية للإنقاذ الآن قايمين بدور فعال، و MPS حول العالم، مجموعة جروب MPS حول العالم، هذول شباب مثقفين الآن موجودين، استطاعوا في هذه الشبكة أن يربطوا في الولايات المتحدة الأمريكية، في ليبيا، في فرنسا، كل هذه الشبكة بتدافع عن الحزب، وأنا بحييهم باسم الحزب وباسم البريزان فندادير، بقول لهم سوروا ولا تخافوا، وطالبوا بأنهم سيندمجوا تحت الحزب، ونحن من هذه اللحظة هذه المواقع نعتبرها مواقع مدافع عن الحزب في كل مواقع شبكة التواصل الاجتماعي، لأنها بتدافع عن الحزب، بتدافع عن سياسة رئيس الجمهورية، بتراقبنا أينما كنا، وهدول الشباب كلهم مثقفين بنات ولاد، فأحييهم وقدم لهم التحية وأقول لهم سوروا أن الجمهورية الرابعة جمهوريتكم، وحزب الحركة الوطنية للإنقاذ حزبكم، ليس حزب لزكريا، إدريس ديبي الوحيد الأسس هذا الحزب، دفع فوق ثمن وجاب لهم، وأقول لهم إلى الأمام لا تخافوا شيئا، ونحن إن شاء الله سنراقبكم عن بعيدا قريبا، ونكون معكم في السراء وفي الضراء إن شاء الله. دكتور زكريا محمد صالح النائب العام النائب الثاني للحركة الوطنية للإنقاذ، شكرا لتلبيتكم للدعوة. لكم الشكر والتقدير لهذه الدعوة، ونحن جاهزين في أي لحظة إن شاء الله. شكرا جزيلا.